بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هاي الحصة الثانية في المساحات، الحصة الثانية والأخيرة يعني. ناخذ أسئلة كمان ولا أعطيكم الرسومات مباشرة؟ أسئلة كمان نفتكر الموضوع، أسئلة كمان نفتكر على الموضوع. طيب، صفحة 200 في سؤال. السؤال بدي أخذ أنا السؤال الثاني فرع إيش؟ فرع عالف. يلا السؤال الثاني فرع عالف بيحكي لك، طبعا حكينا احنا جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران ومحور السينات. كلمة محور السينات هي ايش؟ نسك منها على الفاضي. معطيك فرع الف. ايوه، اذا هات صفحة 200. السؤال الثاني بدي انا احل فرع الف اللي هو قاف سين يساوي 6 ناقص 6 سين تربيع، ومعطينا على الفترة سالب 2 وصفر. مش موجود. المهم هاي السؤال هات. احنا حكينا اول خطوة. ايش اول خطوة يا جماعة؟ ايش اول خطوة يا حبايبي؟ الحل. ايوه الحل. الخطوة الاولى رقم 1، السينات الى خط الاعداد. اذا عندي خط الاعداد هيو من سالب 2 لصفر. هاي اول خطوة، دايما اول خطوة السينات لخط الاعداد. الخطوة الثانية بنصفر الاقتران. وين الاقتران؟ 6 ناقص 6 سين تربيع يساوي 0. ايش رايك وش اعمل في هاي؟ لا مش عامل مشترك. باخذ هون ناقص 6 راحت. ضل عندك هون سالب 6 سين تربيع يساوي سالب 6. هسه نقسم على سالب 6 على سالب 6. راحت. ضل سين تربيع يساوي، طبعا سالب مع سالب 6 على 6 1. تربيع بده جذر. جذر موجب وسالب. الجذر راح مع التربيع، ضل عندك سين يساوي 1، سين يساوي سالب 1. السؤال القوي. لا بنحط سالب الواحد. الواحد. الواحد بتيجي بين السالب 2 والصفر؟ لا. بعرفش، بدريني. خط الاعداد، سوي خط الاعداد هذا اللي انت حافظه، خط من نص صفر، امشي بالموجب، 1 2 3 4، امشي بالسالب، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. المهم السؤال، اصل السؤال معطيني رقمين، ايش هما؟ سالب 2 وصفر. طيب الارقام اللي طلعت عندي او قيم السين اللي طلعت عندي، الواحد ما بينهم؟ لا. اذا الواحد ايش؟ يهمل على الفاضي. السالب واحد ما بينهم؟ السالب واحد هذا ما بينهم، هذا راح يعمل شغل كبير معنا. اذا هذا السالب واحد بده يجي هون. هاي سالب واحد. شو معنى الكلام هذا؟ الخطوة الثالثة اللي هي بنكامل، صح ولا لا؟ معناته الخطوة الثالثة انه الميم المساحة راح تصير ميم واحد زائد ميم اثنين، مساحتين. المساحة راح تصير مساحتين. الأولى من وين لوين؟ سالب 2 لسالب 1، والثانية من سالب 1 لصفر. إذا يساوي، صار تكاملين، تكامل من سالب 2 لسالب 1، طبعا مطلق ودال سين، زائد تكامل ثاني من سالب 1 لصفر، من سالب 1 لصفر برضه مطلق ودال سين. اذا الميم صارت ميمتين. طبعا شو بنكمل يا جماعه؟ الاقتران الموجود عندي بالسؤال ما فيش غيره، 6 ناقص 6 سين تربيع، وهم برضه 6 ناقص 6 سين تربيع، وعيش حياتك مع التكامل كامل. يلا شو تكامل الستة؟ ستة سين من سالب 2 لسالب 1 ناقص 6 سين تربيع بصير 6 سين أس 3 على 3 من سالب 2 لسالب 1. كلات هاد تحب هيك تحطه بين مطلق، زائد الجهة الثانية
برضو الستة، ستة سين بس من سالب واحد لصفر ناقص ستة سين أس تلات على تلات من سالب واحد لصفر، كلها هذا إيش؟ مطلق. عوض هون راح تصير هاي المطلق البراني، ستة برا، ستة هاي برا، افتح قوس عوض اللي فوق أولا، شو بصير السين؟ سالب واحد، بعدين نحط ناقص تاع القانون القاعدة، عوض اللي تحت، اللي تحت سالب اثنين، وهون في سالب، بصير موجب اثنين. طيب ناقص، طبعا ستة على ثلاث، اثنين، خليها برا المعامل، عوض اللي فوق، سالب واحد أس ثلاث، سالب واحد، بعدين ناقص، سالب اثنين أس ثلاثة، الأس ثلاثة هاي بتلغي السالب هاي؟ لا، بصير هاي موجب. اثنين أس ثلاث، ثمانية، كانت ستة صارت ثمانية الأيام هاي، المهم. ها سكر زائد يا حبيبي والله فاضيين يا جماعه، ستة عوض اللي فوق صفر ناقص اللي تحت سالب واحد سالب بصير ايش؟ موجب. معي انتوا يا جماعه؟ نعم. اذا انا مش مع حالي، المهم ستة على ثلاث اثنين، اثنين عوض اللي فوق صفر، انسى الصفر سالب واللي تحت سالب واحد بصير موجب، موجب واحد. سكر والله شغلانه هاي، سالب واحد زائد اثنين واحد، ستة بواحد ستة، ستة هون ستة صارت يعني، سالب واحد زائد اثنين واحد، ستة بواحد ستة. طيب سالب واحد زائد ثمانية سبعة، سالب اثنين بسبعة سالب أربعتاش، ستة ناقص أربعتاش أو أربعتاش ناقص ستة، ستة ناقص أربعتاش أو أربعتاش ناقص ستة ثمانية، موجب لأن المطلق ما بيطلع إيش؟ ما بيطلع سالب. زائد احسب الجهة الثانية، صفر زائد واحد واحد، ستة بواحد ستة، واحد باثنين اثنين، ستة زائد اثنين ثمانية، ثمانية زائد ثمانية ستة عشر. ماشي هذا السؤال تمام، اللي بيعرفش يحسب حاول، بيعرفش يحسب اكل هوا، راحت عليه علامة. اللي ما بيعرف يحسب راحت عليه علامة، حر يعني ما بتجيبش علامة كاملة في السؤال هذا اذا ما بتعرف تحسب. ماشي يا معلم؟ سؤال ثاني، سؤال ثاني. ها ها امحي هذا خلاص. نفس الصفحة، نفس الصفحة، ناخذ لنا كمان سؤال، ناخذ لنا كمان سؤال وبعدين ندخل على الشغلات اللي فيها رسم هاي. سؤال كمان وبعدين ندخل على الشغلات اللي فيها رسم. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي اخذ انا سؤال فرع جيم، السؤال الثاني فرع جيم، السؤال الثاني فرع جيم. ها اللي هو قاف سين، قاف سين يساوي 3 س تربيع ناقص 48 وبيحكي لي عن فترة 3 و5، ايش بتصير الارقام الكبيرة هاي؟ يعني مش ما بين يعني الارقام الكبيرة هيك هي الارقام، شو نعمل؟ هاي هي الارقام اللي اجتك. طيب الخطوة الأولانية، الخطوة الأولانية خط الأعداد، من وين لوين؟ من 3 من 3 ل 5. الخطوة الثانية 3 س تربيع ناقص 48 يساوي صفر، طيب زائد 48 زائد 48 راحت، ضل 3 س تربيع يساوي 48 على 3 على 3 س تربيع يساوي 16. يلا البركة عشان في سنة كيف البركة البركة البركة. شوفوا يا جماعة، شوفوا 48 خليكم معي عن جد عشان الفصل هذا مقدمة منه. الوحدة الثانية فيها حسابات لازم تكون عارف الحسابات، 48 تقسيم ايش؟ 3 ماشي؟ 4 تقسيم 3 واحد، هسا 4 قديش فيها كم 3؟ واحدة، 4 تقسيم 3 1، ليش؟ لأنه واحد بثلاث، ثلاث يعني قديش ضل من الأربعة؟ واحد، حطه ورا ال 18 صار ورا ال 8 صار 18، هسا 18 تقسيم ثلاث 6 أيوه ماشي هيك؟ تمام تمام، يعني مثلا
مثلا 762 752 مثلا تقسيم 2 7 تقسيم 2 3 ليش 3 ب 2 6 قديش ضل من 7 1 صارت الخمسة 15 تقسيم 2 7 قديش ضل من 15 برضو 1 لان 2 ب 7 14 ضل من 15 1 حطه هون 12 تقسيم 2 6 طيب يبقى نرجع لموضوعنا انه 48 تقسيم 3 16 التربيع شو بنحط لها؟ جذر موجب وسالب هاي بتروح بتطلع عندك س يساوي 4 س يساوي سالب 4 السؤال الأربعة بين الثلاثة والخمسة فوا عليها يا زلمة هي راح تغلبنا هيك السالب 4 تهمة مع السلامة أما هي راح تغلبنا هون هسا الميم 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 تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين يعني يساوي التكامل الاولاني من وين لوين من ثلاث لاربعة مين طبعا ثلاثة سين تربيع ناقص 48 وبين مطلق ودال سين زائد اللي بعديه من وين لوين من اربعة لخمسة برضو مطلق 3 س تربيع ناقص 48 سكر المطلق ودال س خلينا نكمل طيب المطلق الاولاني هيو 3 س تربيع 3 س اس 3 على 3 من 3 ل 4 كل واحدة لحالها احسن ناقص 48 س من 3 ل 4 سكر ايش المطلق الاولاني زائد برضه ما هم نفسه 3 س تربيع بس افتح مطلق جديد 3 س اس 3 على 3 من 4 على 5 ناقص 48 س من 4 على 5 سكر المطلق ايش؟ الثاني عوض 3 مع 3 ركزوا معي يا جماعه اول شيء بنعوض اللي فوق استاذ ارقام هاي كبيره بس تعوض بس عوض ما عليك 4 اس 4 اس 3 ناقص 3 ناقص 48 افتح قوس اللي فوق 4 ناقص 3 سكر المطلق الاولاني زائد نيجي على المطلق الثاني 3 مع 3 عوض اللي فوق 5 اس 3 ناقص 4 اس 3 ناقص 48 خلاها برا عوض اللي فوق 5 ناقص 4 سكر المطلق 64 لا هاي الارقام سهله 64 مش صعبه يعني بينت 4 اس 3 حكينا 4 و60 ناقص 27 3 اس 3 27 ناقص طبعا 4 ناقص 3 1 48 ب 1 48 زائد طيب زائد طبعا هذا المطلق الاولاني المطلق الثاني يا سيدي العزيز 5 اس 3 125 4 4 اس 3 من اللي كاتبه اس 4 4 انا ما كتبتها 4 اس 3 64 برضه ناقص 5 ناقص 4 1 48 ب 1 48 شو الارقام هي صعب 64 ناقص 27 64 ناقص 27 4 ناقص 7 لا يجوز صير 14 هون بصير 5 14 ناقص 7 7 5 ناقص 2 3 37 لسه بدنا ننقص منها كم 48 37 ناقص 48 ممكن اخليها 48 ناقص 37 لانه مطلق المطلق بصير ناقص 8 ناقص 7 1 1 يطلع الجواب هون ايش 11 زائد 125 ناقص 64 والله كثير 125 ناقص 64 5 ناقص 4 1 12 ناقص 6 6 61 بدنا ننقص لسه 48 61 ناقص 48 11 ناقص 8 3 ناقص 13 يطلع لهم كم؟ 13 24 ماشي يا جماعه هيك سهله؟ احداث زائد 13 معايا انتوا؟
هاي 61 ناقص 48 11 ناقص 8 3 5 كله يطلع 13 خلاص ايش بيزعل انا 11 زائد 13 24 24 يطلع الجواب النهائي كام 24 ماشي هيك طيب خلاص هيك بكفي مسائل خلينا ناخذ الاسئله اللي هي فيها الرسومات اللي عامله زي ال ماشي لو شخبط شخبيط هاي ها صليت على النبي يا جماعه طيب الاسئله اللي فيها الرسومات وركز معي عشان تفهم الرسومات هاي مظبوط هاي اول رسمه اللي هي صفحه صفحه 199 في رسمه في صفحه 199 هيها تدريب 3 تدريب 3 صفحه 199 رسم لك رسمه زي هيك هيها الرسمه تدريب 3 صفحه 199 تدريب 3 رسمه هيك أنا ما رسمت الرسمة كلها ماشي بس بيهمني هذا اللي بيهمني كتب لك هون ميم واحد يساوي 8 ميم واحد في السؤال ميم واحد يساوي 8 وميم اثنين يساوي 5 طيب وحطت لك هون ميم واحد هون ميم اثنين وبيقول لك جد الآن جد رقم واحد جد رقم واحد بده التكامل من ألف لباء تكامل من ألف لباء قاف سين دال سين رقم اثنين بده التكامل من باء لجيم من باء لجيم قاف سين دال سين ورقم ثلاث بده التكامل من ألف لجيم من ألف لجيم قاف سين دال سين ورقم أربعة مساحة المنطقة في الفترة ألف وجيم رقم أربعة المساحة المنطقة على الفترة من ألف لجيم انتبه معي الآن هذا السؤال كيف بدي أحل الحل كل هذا سؤال أحنا خليك معي هسه الان لما يجيك رسومات فيها ميم ومساحه وتكامل مساحه وتكامل بتعمل تقسم الشكل اللي عندك او المساله اللي عندك لشغلتين تقسمها لايش شغلتين كيف يعني اقسمها استاذ شغلتين بتعمل زي هيك فوق المساحه ماشي وتحت التكامل فوق المساحه وتحت ايش التكامل كيف يعني فوق المساحة وتحت التكامل؟ هون مساحة هون تكامل، هون مساحة هون ايش؟ تكامل هون تكامل، مساحة تكامل، مساحة تكامل. طيب المساحة الرسمة اللي عندي الرسمة اللي عندي انتبه عليها الآن، الرسمة اللي عندي جاية هيك عاملة هيك، اشي تحت واشي ايش؟ فوق، وهون ألف كاتب لي هون ألف في السؤال ألف باء ألف باء جيم ألف باء جيم، سهل، طيب نفس الشكل ألف باء جيم ميم واحد معطيني ميم واحد في السؤال معطيني ميم واحد ثمانية ميم واحد ثمانية معطيني ميم اثنين ميم اثنين تساوي ايش خمسة طيب التكامل نفس المساحة تكامل نفس المساحة كيف يعني أستاذ يعني بصير التكامل من ألف لباء من ألف لباء وشوفوا علي لما أحكي تكامل من ألف لباء من الشمال اليمين من الشمال لليمين تكامل من ألف لباء قاف سين دال سين يساوي طيب من ألف لباء ميم واحد قديش تساوي؟ 8 حط سالب 8 عكس ماشي؟ التكامل الثاني من وين؟ من باء لجيم من باء لجيم برضه قاف سين دال سين معطيني ميم 2 كام؟ 5
حط هون خمسة. ماشي اللي بتكون تحت. شوفوا اللي بتكون تحت سالب باخذها بالسالب، واللي بتكون فوق باخذها بالموجب حتى لو كان سالب. ماشي ما فيش. طبعا هون الجهه هاي الفوقانيه يا جماعه تبعت المساحه، مساحه دائما موجب. جهه المساحه انا قسمت السؤال ايش شغلتين، فوق وتحت، في شغل فوق وفي شغل تحت. فوق المساحه، عند المساحه الجزء الفوقاني هذا يمنع منعا بطن. بطن ايش بطن؟ بطن وزه. لا يمنع منعا بطن، بطن مش بطن يا ايش يا علاء، ايش مش بطن، يمنع منعا بطن وزه بطن يا زلمه، منعا بطن، بطن مش بطن، والله البط زاكي بينه وبين. طيب عند المساحه ممنوع نهائيا نهائيا، يعني بالانجليزي it is forbidden، يعني forbidden يعني ايش؟ ممنوع. forbidden هاي ممنوع يعني، يعني نو نو فيش مجال، فيش مجال. حط اشارة سالب هون نهائيا، اوعى تحط اشارة سالب، اوعى تحط اشارة سالب. بس ايش بس ممكن تحط اشارة بس سالب عند الارقام يعني اللي هون بس، يعني القيم، القيم تاعون المساحة هون ممنوع نهائيا تحط لهم سالب، القيم تبعون المساحه ممنوع نهائيا تحط سالب. خلاص هيك؟ ما في سالب عند المساحه، ما في سالب عند المساحه. يعني هون المساحات هاي ميم واحد، ميم اثنين، ميم، اي شيء ميم اسمه ميم، اي اسمه ميم ما فيش ابدا سالب، ما فيش ابدا سالب. هسه التكامل خذ راحتك، حط سالب، حط موجب، ما في مشكله. اللي تحت سالب، سالب بيجي هون، واللي فوق موجب. يعني 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 مثال، يعني نفترض السؤال هذا مش معطيني ميم واحد ولا ميم اثنين، نفترض معطيني التكاملات، معطيني مين؟ التكاملات. شو بتعمل؟ هسا من ألف لباء، التكامل اللي هو من ألف لباء قديش؟ سالب 8. نطلع فوق من ألف لباء شو أحط الجواب هون؟ 8. ها؟ 8. طب ما هو سالب 8. لا ما ممنوع منعا وزا ولا منعا بطن، ها يبقى هون 8 برضه، يجي 8. طيب معطيني من باء لجيم 5، من باء لجيم 5 معناته ميم 2 كام؟ 5. ايوه هيك فهمتوا شغلة اللي فوق مفيش. هاي المساحة لازم نرسمها؟ خلاص هاي الرسمة هاي؟ لا مش لازم، مش ضروري عادي. طبيعي. طب ما هي مرسومة عندك في الورقة. بس انت اعرف، اعرف ان ميم واحد تحت وميم اثنين ايش؟ فوق. طيب خلصنا من الموضوع هذا. هدول صاروا كم تكامل يا جماعة؟ تكاملين. بقدر اجيب الثالث تبعهم لو مطلوب في السؤال. هسه بنشوف، هسه بنشوف كيف كيف. طيب خلينا نشوف شو بده في السؤال. اول شغلة بده من الف لباء قاف سين دال سين، طلعناها؟ من الف لباء قاف سين دال سين ايش يساوي؟ سالب 8. طب ثاني شغلة بده من باء لجيم قاف سين دال سين، باء لجيم قاف سين دال سين 5. بده كمان واحد من الف لجيم. طيب من الف لجيم انتبهوا معي الان، السؤال مطلوب من الف، من الف لجيم قاف سين دال سين. اذا في تكاملين بنقدر نطلع الثالث على خاصيه الاضافه. اذا في تكاملين، تكاملين وبدك تطلع الثالث على خاصيه الاضافه، تكاملين وبدك الثالث على خاصيه الاضافه. خلاص مفهوم؟ خاصيه الاضافه فاكرينها؟ شو هي؟ خلينا نتذكر، اتذكر. يا زلمه خاصيه الاضافه اللي هي هيك، التكامل تحط تكامل زائد تكامل، اللي تحت تحت واللي فوق فوق، بس بتفرق ما بينهم، بتفرق ما بينهم. وشو المشترك ما بينهم؟ خدت الف وخدت جيم، شو المشترك ما بينهم؟ با افتكرت. هاي طيب جي جي سهله هاي. من الف لباء سالب 8 زائد من باء لجيم 5 سالب 8 زائد 5 3. مش سالب 8 زائد 5 3 سالب 3 سالب 3. ما انت يا شاطر، هذا السؤال لما يجيك دوائر وعليه علامات تقعد تتعب في السؤال وفي الاخر تحسب غلط،
بتضيع العلامات ها؟ فخليك صاحي. سالب 8 زائد 5 سالب 3 مش 3. أو الوزارة عارفينكم، عارفينكم الوزارة يعني، عارفين إن أنتم بتحسبوها. سالب 8 زائد 5 3، ويحط لكم 3 ويحط لكم 11 كل التوقعات اللي بتيجي ببالك بحط لك إياها بده. فأنت خليك صاحي. مفهوم هذا السؤال يا جماعة؟ سهل. طب لسه وين؟ لسه أيوه. يبقى من ألف لجيم هذا طلعناه. كيف طلعناه؟ إذا عندك تكاملين وبدك الثالث، تكاملين وبدك الثالث على خاصية الإضافة. ماشي. هي شو خاصية الإضافة؟ ليه هاد؟ تكامل بسوي تكامل زي التكامل، اللي تحت تحت واللي فوق فوق، بس بتفرق ما بينهم وتحط واسطة. تحط إيش؟ واسطة. قال بتفرق ما بينهم بعد بتحط واسطة عشان تجمع ما بينهم. ما علينا. رقم أربعة، رقم أربعة شو بده يا جماعة؟ المساحة في المنطقة على الفترة ألف وباء. بده إيش؟ المساحة. طيب إذا بده المساحة بتروح عند المساحة. إذا بده المساحة بتروح وين؟ عند المساحة. ميم. وبده المساحة من وين لوين يا جماعة؟ ألف لجيم. من ألف لجيم. المساحة ميم. إحنا عند المساحة أس. انساك من هذا. المساحة طبعا هم كم مساحة؟ واحدة ولا تنتين؟ تنتين. يبقى المساحة من عند المساحة تنتين، اللي عبارة عن ميم واحد زائد ميم اثنين. ميم واحد ثمانية. ما هي تحت شو اخذ؟ سالب 8. ده برضه 8 برضه 8 مساحة. هاي من عند المساحة. لوز 8 زائد ميم اثنين 5. هسه 8 زائد 5 13. فهمت كيف يا جماعة؟ إذا طلب المساحة، إذا طلب المساحة من وين بتجيب المساحة؟ من فوق، عند المساحة. من فوق، من عند إيش؟ من عند المساحة، من عند المساحة. طيب هذا سؤال، هذا سؤال، هذا سؤال. ما عرفت إيش؟ هذا كان. خلص سؤال. في كمان سؤال هيو في الأسئلة ورا، في الأسئلة وفي أسئلة. حلوة جميلة جدا في الامتحان الجذرية تاع السنوات السابقة. ماشي ها. في أسئلة وزرية فيها شوية حركات على فكرة. والله في أسئلة فيها حركات. أنتوا لسه خففوا لكم درس المساحة. خففوا لكم إياه يا جماعة. اللي بيدرسوا على المنهج القديم هذا يعتبر بالنسبة له هذا المنهج الجديد. المنهج القديم هذا يعتبره نص الدرس. هذا المنهج القديم اللي بدرس على المنهج القديم اللي أنا بشرح فيه الآن نص الدرس. في نص درس تاني. في إضافة كمان. إيش هي الإضافة للزيادة؟ بحكي في إضافة زيادة اللي هي لما يجيك منحنيين مع بعض. بنسويهم ببعض وأبصر إيش. المهم ما علينا. فأنتم مخففين لكم. السؤال هذا هيو صفحة 200 السؤال الرابع صفحة 200 السؤال الرابع برضو الرسمة كتب لي ميم واحد يساوي 13 ميم واحد يساوي 13 وميم اثنين يساوي 3 وبحكي لي جد قيمة تكامل من سالب 5 ل 3 قاف س د س. الرسمه اللي عندي يا جماعه، الرسمه اللي عندي اللي بيعرفش يرسم سهله جدا. بتعمل خط، خط جاي فوق لتحت ها، اشي من فوق هيك اشي من تحت، واكتب لي هون ميم واحد وهون ميم اثنين وطبعا هون سالب 5، هون عندي المحاور صفر وهون كتب لي 3. سالب 5 عند المحاور طبعا هون بيكون في صفر وهون ايش؟ 3. طيب بعمل انا شغلتين، جزء للمساحة جزء ايش؟ للتكامل. الجزء اللي فوق دايما فوق المساحة وتحت مين؟ التكاملات. طيب فوق هاي الرسمة سهلة جدا ها، بتعمل هيك تيجي لفوق ولا تحت البنية. طيب هون طبعا سالب 5 وصفر وثلاثة، معطيني ميم واحد معطيني ميم اثنين. ميم واحد معطيني اياها 13 وميم اثنين معطيني اياها كم؟ 3. بنزل على التكاملات الان. التكامل الاولاني من وين لوين؟ من سالب 5 لصفر. ها بكتب التكامل الاولاني
من سالب 5 ل 0 قاف س د س. التكامل الثاني من 0 ل 3 قاف س د س. التكامل الاولاني شو يطلع؟ سالب 13. ليش 13 يا جماعه؟ لانه وين جاي؟ لفوق. ومن 0 ل 3 اللي هو سالب 3، لانه وين جاي؟ لتحت. ايش المطلوب في السؤال؟ بده من سالب 5 ل 3. في من سالب 5 ل 3؟ لا، شكلها بدها خاصية ايش؟ إضافة. فاكتب هون من سالب، من سالب 5 ل 3 يساوي قاف س د س يساوي تكامل زائد تكامل تحت تحت اللي فوق فرق ما بينهم، وسطه ما بينهم صفر. من سالب 5 ل 0 13، من صفر لثلاث سالب ثلاث، طبعا موجب مع سالب سالب. 13 ناقص ثلاث 10. بده شيء ثاني؟ لا. طب لنفترض 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 انه بده هيك، من عندي هذا السؤال، نفترض انه بده تكامل، تكامل من عندي بده تل من ثلاث، من ثلاث لسالب 5 2 2 قاف س د س. يصير سالب، سالب الجواب. طيب ما فيش جواب، اعتبر الجواب هذا مش موجود، اعتبر الجواب مش موجود. طيب بده من 3 لسالب 5 2 قاف س د س. ايش الاثنين هاي؟ معامل. الاثنين هاي معامل. الاثنين هاي ايش؟ معامل. المعامل يا سيدي العزيز، اولا بتاخذ لي المعامل هذا وتطلع لي اياه لبرا 2، بعدين بتفتح قوس كبير. هسا التكامل اللي هو من 3 لسالب 5 قاف س د س، برضه في عندك من 3 لسالب 5؟ لا، في عندي هون سالب 5 وهون 3، متفرقات عن بعض، بدي افرقهم على خاصية الإضافة. إذا بصير تكامل برضه زائد تكامل، اللي تحت تحت واللي فوق فرق ما بينهم، والوسطى اللي ما بينهم صفر. طيب 2 برا، من 3 لصفر عندي من 0 ل 3 سالب 3، إذا من 3 ل 0 بتصير هون 3، زائد من 0 لسالب 5 عندي من سالب 5 ل 0، معناته من 0 لسالب 5 سالب 13، سالب موجب مع سالب سالب، إذا هون 2 3 ناقص 13 سالب 10، اضرب تنزل السالب و2 ب 10 اعتبر هيك السؤال يعني هذا ما كانش موجود، هذا مو يعني لو جاب لك معامل تخلي برا وبعدين تطبق خاصية الإضافة، طبق خاصية الإضافة. طيب هسه في سؤال أظن